مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده نفتح بها بابا للحوار بيننا وبينكم. تخوض الدوله المصريه معركه الوعي ومواجهه حرب الشائعات التي تستهدف استقرار البلاد والترويج للمعلومات المغلوطه في مختلف القطاعات وبالاخص القطاعات الخدميه منها. شائعات واكاذيب تقف خلفها جماعات ومنظمات تسعى لنشر الفوضى وبث الفرقه لتحقيق اهدافها الشريره، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية التكنولوجية الحديثة للتأثير في إيمان المصريين وتحريك زعزعتهم والتلاعب بمشاعر المواطنين وبث الفتنة. لكن يبقى وعي المواطن المصري هو حائط الصد الأول في هذه المعركة. المواطن المصري الواعي القادر على فرز الطيب من الخبيث والقادر على إعمال العقل والتفكير العلمي في كل ما يعرض عليه من مواد تبدو إعلامية وفي بطنها الشر والكذب. لكن هناك دوما آليات لدعم قدرة المواطن المصري على الابتعاد عن أي محاولات تزييف العقول، وسؤال حلقة همزة وصل اليوم: ما هي آليات بناء الوعي للحد من مساعي تزييف العقول بالشائعات والأكاذيب؟ السؤال سيظهر على الشاشة أمامكم مرة أخرى حول موضوعنا، وهو مرة أخرى: ما هي آليات بناء الوعي للحد من مساعي تزييف العقول بالشائعات والأكاذيب؟ السؤال كما يظهر على الشاشة الآن. بعد هذا الفاصل نبدأ معكم الحوار. أنا عايز أقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش أنتوا بس، كلنا مصر، مستمرة وهتستمر. وبالتالي احنا محتاجين دايما، مش هقول وعينا يبقى موجود، لأن الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري. بعد خوضها عدة معارك على صعيد التنمية والرخاء وتحسين حياة المواطنين في كافة المجالات، تخوض الدولة الآن معركة شعواء ضد الشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الخطوات الملموسة التي تقوم بها الدولة وخطة التنمية الشاملة التي أخذتها على عاتقها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في عام 2014. وتهدف هذه الأكاذيب والمعلومات المغلوطة إلى بث البلبلة وتفتيت أركان الدولة ونشر الفوضى وبث الفرقة في قلوب المواطنين، مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. ويبقى الرهان على وعي المواطن المصري وقدرته على تمييز الطيب من السيء والقادر على تقييم ما يعرض عليه من مواد تبدو إعلامية ولكنها تفتقد إلى أساسيات العمل الإعلامية بما يتصف به من دقة وصدق ووضوح ومصداقية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوعي وتنمية الفكر هما أساس بناء المجتمع، مبديا خشيته من هيمنة الجهل وعدم الوعي على المشهد بما ينعكس على طمس الحقائق وما يتم على أرض الواقع. وتؤكد الأحداث التي مرت بها مصر منذ عام 2011 على صلابة معدن المصريين وما يتمتعون به من صلابة في مواجهة التحديات ومكافحة الإحباط خلال لحظات التحدي. ويؤكد خبراء أن المستقبل المشرق للأوطان يكمن في صناعة الوعي لدى المواطن، حيث إنها أفضل ضمانة لتجاوز الأزمات في المجتمع بأمان. أهلا بكم مشاهدينا، اسمحوا لنا أن نبدأ معكم الحوار. بالتأكيد سوف نبحث في الكثير من النقاط التي تخص آليات صناعة الوعي في المجتمع المصري، لكن نحن في البداية نتساءل: ما هي طبيعة عملية أو آلية صناعة الوعي في المجتمع؟ هل هناك آلية معينة يصنع من خلالها الوعي بخلاف الاهتمام بالتعليم؟ خلونا نطرح هذا السؤال. معنا على الهاتف دكتور حسين البنهاوي، عضو المجلس الأعلى للثقافة. أهلا بك دكتور حسين. اهلا وسهلا بحضرتكم والساده المشاهدين. دكتور حسين، نحن نعلم جميعا ان التعليم اولى الاليات او الادوات اللي المجتمع بيصنع من خلالها الوعي، ايه الاليات الاخرى المنتظر ان تكون صانعه للوعي في المجتمع؟ والله انا بشكر حضرتك والقناه النيل على طرح هذا السؤال الهام في هذه المرحله بالذات من مراحل الوطن ومراحل تاريخ الوطن، لأن الحرب القائمة الآن على كل المستويات في جميع أنحاء العالم من القوى المهيمنة هي حرب لضرب الوعي في لدى الشعوب ولدى الجماعات ولدى الفئات المختلفة حتى يسهل إخضاعهم، لأن الوعي عندما يكون وعي وطني نقي خالص فتكون صعوبة على أي جهة نبية أن تخترق هذا الوعي. نعم. حضرتك سألتي عن آليات صناعة الوعي وصناعة الوعي لدى شعبنا.
دون أدنى شك أن التنشئة الاجتماعية والتعليم هم الأساس الذي يقوم عليه هذا. فلو أننا وفرنا تعليما جيدا بمناهج جيدة تراعي كل مفردات الوطن، هذا سيساعد على تنشئة جيل لديه السلاح الكافي لمواجهة أي اختراق للوعي لديه. نعم. لكن ليست مسؤولية التعليم فقط، مسؤولية جهات كثيرة في المجتمع، وقد أقول أن كل مؤسسات المجتمع مسؤولة عن خلق الوعي الذي يعني يحصن المواطن ضد أي تطرف وضد أي اختراق لعقليته. نحن في هذا الصدد نتحدث دائما عن العقل الجمعي لأمة ما أو لشعب ما. كيف يتكون هذا العقل الجمعي؟ يتكون العقل الجمعي من خلال ثقافة هذا الشعب، من خلال تعريف هذا الشعب بمفردات تاريخه، بمفردات جغرافيته، بمفردات أهدافه الوطنية. وهذا يضع على الإعلام على سبيل المثال مسؤولية ضخمة جدا. يعني الإعلام مسؤول عن تكوين هذا الوعي وهذا العقل الجمعي من خلال ما ينشره، ولذلك يجب أن يكون هناك ضابط في ظل السماوات المفتوحة. هناك منافسة شرسة بين القنوات المختلفة ومصادر المعلومات المختلفة، وده بيحتم أن يكون هناك ضابط لهذا التدفق المعلوماتي. نعم. بيضع الضوابط ممكن أن تكون من خلال المؤسسات الوطنية الحاكمة. دكتور، يعني حضرتك تقصد إيه بالضوابط هنا؟ الضوابط هناك ضوابط أخلاقية على سبيل المثال، فنجد أنه هناك تدفق معلوماتي لا أخلاقي بدأ ينتشر، ومش بدأ من فترة كبيرة، بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. هذا المستهدف فئة معينة من الشباب هي تقبل على هذه المواقع على سبيل المثال. ما هو دور الإعلام وما هو دور وزارة الاتصالات على سبيل المثال في التحكم بمنع أو بالحد من هذه المواقع؟ ده مثل من الأمثلة. وزارة الإعلام والإعلام المصري بيقدم مادة، هل المادة دي تثري ثقافة الشعب؟ هل تؤدي إلى نوع من الوعي بتاريخه وبجغرافيته وباتجاهاته السياسية وبموقعه على الخريطة العالمية وبالتحديات التي تجابهه؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح عندما نتحدث عن الوعي. طيب، بتقيم ما يقدم من الإعلام الآن في مصر إزاي في هذه المعركة؟ والله أنا بحيي القائمين على الإعلام في مصر، لأنه الإعلام كانت جت فترة الحقيقة فترة عصيبة جدا مر بها الإعلام، وهي الفترة التي تلت يناير 2011. كان هناك فوضى إعلامية حقيقة، وقبل 2011 كان هناك فوضى إعلامية، وكان هناك تربح وتكسب على حساب وعي الشعب. يعني دعني أقولها صراحة وأنا في مجال الإعلام، لكن الضوابط التي وضعت بدءا من 2014 أو 2016 على وجه التحديد بمؤسسات وطنية ترقب الإعلام وتضع ضوابط للخلل الإعلامي الذي حدث، في الحقيقة ده أدى أنه إحنا نمشي على المسار السليم. آخر حاجة اللي أنا عايز أحيي يعني كل القائمين عليها الوثائقية، لأنه الوثائقية تكون يعني هذه القناة كان يجب أن تبدأ من قبل، ولكن يعني على الأقل هي بدأت، فعليها عاتق كبير وعليها على عاتق العاملين فيها مسؤولية كبيرة في التعريف بمفردات روعة هذا الشعب ومفردات تاريخ هذا الشعب ومفردات مؤسسات هذا الشعب ومفردات أفراد وعظماء ومفكري هذا الشعب. إذن من هذا المنطلق من الممكن أن نخلق وعي لدى المواطن ليعرف ما هي مصريته، ما هي حضارته التليدة، ما هو التاريخ الممتد، ما هي الكبوات، ما هي الانتصارات. إحنا داخلين السنة دي هيمر 50 عام على حرب أكتوبر. هذا الحدث كان يجب أن
الآن في التعريف بعظمة من قاموا به، التعريف بقوات المسلحة الصمام الأمان لهذا البلد، أرجو أن ينتبه المسؤولين أنه يجب أن نبدأ من الآن ببرامج تعرف بهذا الانتصار الرائع. أنا بتفق معك تماما يا دكتور حسين في هذا الطرح اللي بيخص حرب أكتوبر، خاصة أن في أجيال لم تمر بتجربة حرب أكتوبر. الأجيال الجديدة، نعم، الأجيال الجديدة لم تمر بهذا. نعم، ده صحيح، ده صحيح. دكتور حسين، اسمح لي ان انا اضم لهذا الحوار الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اليوم السابع. ابقى معي من فضلك لان انا ساعود اليك لاستكمال الحوار. استاذ اكرم، اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ اكرم. بترى ازاي ما يقدم من اعلام في مصر في المرحله الحاليه في اطار بناء الوعي الجمعي للمجتمع، تقيمه ازاي؟ هو طبعا الحقيقه يعني الحوار اللي كان داير من شويه وحوار مهم جدا، وبالفعل هناك حاجه ضروريه لانه يكون في متابعه، اولا متابعه معلوماتيه لكل ما ينشر في الخارج او في مصر، وفي نفس الوقت فكره التوثيق، توثيق الاحداث وتوثيق التاريخ وتوثيق، لانه الـ 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 الامر ما يتعلق بالوعي، الوعي بيتكون بشكل تراكمي، وفي محاولات طول الوقت لتنظيف حياه الناس، للتشكيك، لتشويه اي تفاصيل، ربما اي حد بيقول الحقيقه او يجي بيقول مثلا معلومه واضحه بسهوله ممكن يصنف ان هو بيدافع او انه بيطبل او مثل هذا الكلام، فده برضه بيخوف بعض الناس، لكن الواقع انه مهم جدا انه يبقى في الاعلام. انا شايف دلوقتي لو ما فيش اهتمام من المنصات الخارجية بالإعلام ما كانش يبقى فيه تقارير وانتقادات وهجوم وغيره. مؤخرا في أولا الجهات الرسمية والحكومة بتطلع بيانات لتصحيح أي أخبار خاطئة أو لتوضيح ما يجري، ودي نقطة مهمة جدا لأنه الشائعات وتزييف الوعي بيتم مواجهتها في الأساس بالمعلومات وتوفير المعلومات بشكل كبير. النقطة الثانية هي فكرة التوثيق، احنا عندنا احداث كثيرة الحياة مرت علينا، ويمكن كان المتحدث دلوقتي الزميل بيتكلم على فكرة انه 50 سنة على حرب اكتوبر في تفاصيل كثيرة وبطولات كثيرة احنا بنعرفها من السوشيال ميديا او بنعرفها منبتة عن اصولها، في بطولات وفي تفاصيل كثيرة احنا شفنا في الحرب العالمية الثانية او في الحروب المختلفة بره بيعملوا بطولات كثيرة جدا لاحداث، احنا عندنا احداث واسماء وتفاصيل في حرب الاستنزاف، في حرب اكتوبر، في الكفاءات اللي موجوده في العلماء المصريين، في التاريخ المصري، فجزء مهم جدا لانه بالفعل في النهارده في منصات السوشيال ميديا او النشر الكثيف بشكل او باخر ممكن يشوه الاحداث او ممكن يقتطع معلومه من سياقها وينشرها بطريقه مشوهه، بيبقى مهم جدا انه الاعلام يواجه ده، واظن انه النهارده في الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه او حتى التلفزيون المصري والقنوات المختلفه بتتعامل مع الاحداث دي، بينتج النهارده دراما مهمه جدا توثيقيه للاحداث، بينتج بيهتم جدا بالقوى الناعمه وبالسينما وبالدراما، ده جزء مهم جدا من بناء الوعي. التوثيق طبعا والوثائقيه والقناه الوثائقيه مفيده جدا ومهمه وحدث مهم لانها يمكن جاءت متاخره، ولكن كان مهم جدا انها تبقى موجوده خلال السنوات اللي فاتت، حصل محاولات تشويه كثيره للتاريخ المصري، وهي مصر هي يعني مقر الاحداث الرئيسيه ومعظم الاحداث والشخصيات والافكار بتنطلق غالبا منها، فبيبقى فيها اهتمام مضاعف اكثر من دول كثيره، ودايما الناس بتسال ليه مصر الناس بتهتم بها، لانه هي فيها الاحداث مبكرا جدا، والقوة الناعمة المصرية والثقافة المصرية والغناء والثقافة والكتابة والفلسفة والمسرح وغيره جزء مهم جدا من تراثنا بنعيش عليه، وهو مصر يمكن ما عندهاش ثروات ضخمة لكن عندها طول الوقت أفكار وعندها طول الوقت قوة ثقافية وقوة في الغناء وفي المسرح وفي السينما وفي الشعر وفي النثر وفي السخرية، يعني أعتقد إنه ده هيبقى مهم قوي توثيقه خلال السنوات اللي موجوده، وايضا الحقيقه مهم ان احنا فيما يتعلق بالاخباري او الاخبار اللي بتصدر بشكل يومي مهم جدا ان احنا نوفر المعلومات حواليها. نعم، طيب اسمح لي استاذ اكرم انا هعود اليك مره اخرى في هذا الحوار، بس هتجه لدكتور حسين البنهاوي بالسؤال. دكتور حسين انت معي؟
ايوه معاكي. انا اولا بشكر استاذنا الكبير استاذ اكرم الخطاف، لانه حقيقه من خلال رئاسته يعني اهدى الجرائد الالكترونيه العظيمه بيقوم بدور وطني كبير، فانا بحييه يعني. تحياتي ليك. دكتور حسين، تقييمك لما يقدم على السوشيال ميديا من مواد ومدى قدره على تقويمه او تهذيبه او ايا كانت الكلمه اللي ممكن نستعملها في هذا المضمار على صعوبتها؟ بص حضرتك، يعني اي شيء رديء موجود. عفوا دكتور حسين، انا مضطره لمقاطعتك للانتقال الى مؤتمر صحفي للسيد سامح شكري وزير الخارجيه في زيارته لتركيا ونظيره التركي هناك. مشاهدونا في مشاهدينا نقلنا لكم على الهواء مباشرة وقاع المؤتمر الصحفي الذي جمع السيد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي في خضم زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا لمساندتها في هذه المرحلة في ظل كارثة الزلزال التي وقعت في الفترة الماضية، ثم التوابع المختلفة التي حلت بتركيا وما زالت هي عرضة الآن للكثير من الهزات الارتدادية المختلفة والتي خلفت الكثير من الضحايا وتسببت في حالة من الدمار تعاني منها تركيا في المرحلة الحالية. مصر مثلما تعاملت مع القضية في سوريا تعاملت معها أيضا في تركيا. في هذا الإطار دعونا نتحدث عن عواقب هذه الأزمة والسلوك المصري حيالها. معنا عبر الهاتف دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية. أهلا بك دكتور بشير. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. تقييمك لأداء الدبلوماسية المصرية في هذه الأزمة في التعامل مع الجانب التركي والوقوف بجانبه في أزمة الزلزال الأخيرة. المسؤولية التامة هي العنوان الذي يمكن أن يطلق على التحرك المصري في التعامل مع هذه الأزمة. كانت مصر سباقة في الاستجابة للأزمة التركية والسورية، من حيث أولا اتصال أعلى رأس في الدولة المصرية وهو رئيس الجمهورية، برغم الخلافات والتوتر الذي شاب العلاقات المصرية التركية منذ العام 2013، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصل بنظيره التركي الرئيس أردوغان، وانحالت المساعدات المصرية على تركيا وكذلك على سوريا أيضا، فضلا عن اهتمام وزارة الخارجية المصرية. بعد ذلك نجد أن الرئيس أن وزير الخارجية التركي يتصل بنظيره التركي مرتين متتاليتين، ثم تأتي الزيارة هذه المرة إلى تركيا وهي المرة الأولى منذ العام 2013. علاوة على ذلك نحت مصر الخلافات السياسية جانبا، وسمحت أيضا بمد جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب التركي حتى يعود بالنفع على البلدين اللتين تحتاجان إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة لاقتصاديهما. وبالتالي مصر أثبتت المرونة، أثبتت العقلانية، أثبتت أنها جادة في مسألة المقاربة التنموية في العلاقات الدولية، بمعنى أنها يعني لا تتقاعس عن نصرة الأشقاء والأصدقاء، وفي نفس الوقت تسعى إلى تحويل الخلافات إلى مجالات للتعاون والاستفادة المتبادلة بين مختلف الأطراف. دكتور بشير، هذه المبادرة المصرية في التعامل مع الأزمة التركية كيف يا ترى تأثيرها على العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية التي مرت بالكثير من المراحل حتى المرحلة السابقة التي شبهها الكثير من الهدوء؟ من حسن الحظ أن العلاقات المصرية التركية لها ثوابت يمكن الانطلاق منها والبناء عليها. هناك التاريخ المشترك، هناك تشابه في أمور عديدة في التجربتين التنمويتين بين مصر وتركيا من حيث الموقع الجغرافي، من حيث الأدوات والتطلعات، وبالتالي يمكن الانطلاق والبناء عليها. فضلا عن أن الدولتين مسلمتين سنيتين ويمكن أن تنسقان فيما بينهما في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية عموما والأمة العربية تحديدا من بعض دول الجوار، أيضا هناك استعداد حقيقي لدى تركيا حكومة وشعبا للتقارب مع مصر هذه المرة، بدليل بعض الخطوات التي اتخذت سواء فيما يخص الهاربين من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في تركيا، تعاون أمني بدأ يظهر في الآونة الأخيرة من حيث تسليم المتهمين أو ترحيلهم إلى خارج تركيا، وإغلاق منابر إعلامية كانت يعني تنتقد الدولة المصرية أو تهاجم الدولة المصرية.
إلى جانب ذلك المستثمرين الأتراك يعلمون مدى أهمية مصر الاقتصادية كبوابة لأفريقيا وأنها تقدم فرص استثمارية واعدة. لذلك نجد أن المستثمرين الأتراك جاءوا إلى مصر وقدموا عرضا باستثمار 500 مليون دولار، رغم أن هناك 2 مليار دولار هو حجم الاستثمارات التركية في مصر عموما. وبالتالي يعني المبادرات موجودة ويمكن البناء عليها، وهناك جدية تركية هذه المرة في طي صفحة الماضي، وهناك فرص واعدة للدولتين للتنسيق والتعاون سواء أمنيا أو اقتصاديا أو سياسيا. هل هذا يعني أننا أمام أفق جديد في العلاقات المصرية التركية في المرحلة القادمة؟ أعتقد أن التطورات العالمية والإقليمية والتحديات الداخلية في كلتا البلدين تفرض عليهما التعامل بشكل مختلف مع المرحلة المقبلة، وهذا التعامل سيكون أساسه التفاهم والتنسيق المتبادل وتحقيق المكاسب المشتركة وتقليص مساحة الاختلاف أو الصدام بينهما قدر المستطاع خلال المرحلة المقبلة، سواء في شرق المتوسط أو في منطقة الشرق الأوسط في سوريا والعراق وغيرها. حتى ملف الإخوان المسلمين الذي تراجع ولم يعد بنفس الأهمية بسبب تدهور أوضاع الجماعة وتصدعاتها الداخلية وتصنيفها إرهابية في أكثر من مكان، كل ذلك سيصب في اتجاه مرحلة جديدة من العلاقات المصرية التركية هدفها تعظيم المكاسب وتقليص الصدام قدر المستطاع. أنا بشكر حضرتك دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية على هذه المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر حول هذه الزيارة المصرية في إطار المساعدة لتركيا والمؤتمر الصحفي السابق الذي عرضناه مشاهدينا لوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري ونظيره التركي. مشاهدينا كنا معكم في هذه المتابعة القصيرة لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا في أعقاب أحداث الزلزال الأخيرة. مشاهدينا تابعنا معكم على الهواء زيارة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري وحديثه مع نظيره التركي بشأن العلاقات المصرية التركية ومحاولات المصرية للوقوف بجانب تركيا في هذه المرحلة بعد أحداث الزلزال الأخيرة. متابعتنا مشاهدينا مستمرة معكم، شكرا لكم.